بركان ينفث الذهب بدلاً من الحمم هو أمل كل باحث عن الثراء، ولكن الوصول إليه يحتاج إلى جهود جبارة، فهل أنت مستعد للوصول إليه؟ أحد عجائب الدنيا، قصته إحدى أكثر القصص غرابة. إنه بركان جبل إيربوس، أحد أكثر البراكين نشاطاً على الأرض، والذي يختلف عن غيره من البراكين النشطة التي يصل عددها إلى 500 بركان نشط، حيث تقذف كل البراكين حول العالم الحمم، فيما يقذف بركان جبل إيربوس الذهب. وأكدت التقرير الصحفية أن البركان الذي يقع في أقصى جنوبي الأرض ويقع في القارة القطبية الجنوبية ينفث حوالي 80 جراماً من الذهب يومياً، وهو ما يقدر بحوالي 6000 دولار وفقاً للخبراء. إذ ينفث البركان الذي يقع فوق بحيرة من الذهب الخالص ينفث قطعاً صغيرة من الذهب المتبلور بين الغاز والبخار والصخور، حيث تم اكتشاف هذه القطع الذهبية أيضاً في الهواء على بعد 621 ميلاً من موقع الجبل. يصنف بركان جبل إيربوس كأكثر الشقوق نشاطاً على هذا الكوكب، لذلك على الرغم من إطلاقه للذهب فإن هذا الجبل يشكل خطراً على أي شخص يقترب منه. وكشفت التقارير الصحفية أن المنطقة المحيطة بالجبل في القارة القطبية المنخفضة تحافظ على درجة حرارة ثابتة تصل إلى حوالي 50 درجة مئوية، مما يعني أنه لا ينصح بالاقتراب منه. ويعد البركان الذهبي من أطول البراكين في العالم والأطول في القارة القطبية الجنوبية، إذ يبلغ ارتفاع قمته حوالي 3794 متراً، كما أنه يضم ما يقدر بنحو 138 بركاناً. حصلت جزيرة البركان الذهبي على اسمها من اسم مكتشفها الكابتن السير جيمس كلاروس، والذي اكتشف إيربوس لأول مرة في حالة نشاط في عام 1841، وهي جزيرة روس في بحر روس. وحول سبب الظاهرة الغريبة والذهب المتصاعد من بركان جزيرة روس، كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن البركان فوق شريحة رقيقة من القشرة الأرضية، مما يعني أن الصخور المنصهرة ترتفع بسهولة أكبر نحو الأعلى، وهو ما قد يساعد في تفسير سبب العثور على بقع من غبار الذهب على مسافة بعيدة من مكان وجودها. وتحتوي الأرض على المئات من البراكين النشطة والموزعة حول العالم، إذ يوجد في العالم وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023 يوجد حوالي 1350 بركاناً نشطاً في العالم، يقع معظمها في المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية التي تشهد أكبر نشاط بركاني على هذا الكوكب. وكان بركان نيفادو دي روز في كولومبيا الأخطر على الإطلاق، وثلاثة أرباعها توجد فيما يطلق عليه حلقة أو حزام النار في المحيط الهادئ، والتي يحدث بها نحو 80% من الزلازل والبراكين، وتعد مناطقها هي الأخطر في العالم.